يعني انتم هلا الوضع تغيير. نعم، يعني اليوم عم بتطلبوا مساعدة لأنه يلي ضربهم فل وما تحمل أي مسؤولية، ولا نعرف مين هو؟ ضربهم وفل وما في من معين، يعني نحن ما بنشتغل، وهن هلا توقفوا عن شغلهم، والأشراف يعني ما في حدا إلزامي، لو حدا عامل أشراف إلزامي مثلا، لو زلمة التقى كنا قدرنا نلاقيه، بس ما عم نقدر، ما قدرنا نشوف شيء بالكاميرات وخلى سربين. وبتعرفي تداعيات الاشياء لما كل يوم بتقدمي عمليه لانه ما معك مصاري لتدفعي ومالية الشوان. اي صحيح. قديش الكلفه هلا صارت مدام تقريبا عليكم؟ يعني صار علينا فوق ال 20,000 دولار مدام، بس يعني ما عم نعرف بدنا نعمل لهلا بعد ما نزلوها، كل يوم بأجلوا لحتى ينزلوها، بعد ما نزلوها في اشراف عم بتدفع شوي بكميه ضئيله، يعني ما عم بيقبلوا اشراف، مش اشراف الزامه، يعني هي ما خاصه بس انه حتى تمشي الحال العمليه، بس كمان عندك ديبوزيت وعندك معدات شو اسمه للعمليه بالكسور وبالسوان وبالدم والكسر الثاني، 4 كسور بالاجر. أكيد. أول شيء الله يقدم لهم الصحة، وتاني شيء يعني هالحادث يلي صار، يعني يلي عمل هالحادث ما بعرف ضميره إذا مأنبه ولا لا، يعني هون كمان هالفوضى اللي حاصلة هيدي كمان عم يدفعوا ثمنها كتير الناس الأبرياء والسائقين الأبرياء. أنا برقمك على الشاشة، بتمنى إذا بتساعدوا هالست حتى تطبب بنتها وابنها يلي تعرضوا لحادث ويلي تسبب الحادث هرب ما بيعرفوا شيء عنه. كمان اتصال. الو الو، تفضلي. بونجور. بونجور مدام ربيكا. ايه تفضلي. يعطيك العافيه. اهلا معك انطوانات. اهلا مدام. ليكي انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم. اهلي متوفيين، ما عندي حدا، وبحاجه لادويه وبحاجه لاكل لمساعده، اذا حدا بيقدر يساعدني. اهلا وسهلا فيكي. انا هون بدي اشكر شكر خاص لشركات ديروني وسبارتن وبلان سولي وليبون لي وبيلا، لانه ساهموا معنا بهالبرنامج ليساعدوا المشاهدين بهالازمه الاقتصاديه المعيشيه. مدام رح ناخذ اسمك ونتواصل معك تجي تستلمي بوكس في مأكولات، وان شاء الله بتكون هيدي بدايه مساعده. يعني اهلا وسهلا فيكي. تتواصل مع مدام ريتا واكيد هي بتقلك الطريقه يلي فيك تجي تستلمي هالبوكس هيدا. اهلا وسهلا فيك. يعني حقيقه هالشركات انا كثير بدي اشكرها، لانه بمجرد ما يعني عملنا نداء لبوا الطلب، ديروني وسبارتن وبلان سولي ليبون لي وبيلا وكلها شركات محترمه، وطبعا هالبوكسات يلي عم نقدمها للمشاهدين اللي بحاجه فعليا اليوم لمساعدة غذائية، هي مساعدة قيمة. وأنا بشكر أكيد مجددا كل يلي عم بيساهموا بهالبرنامج حتى نساعد الناس على كل المستويات، إن كانت على الصعيد الشخصي بقضايا طبية أو أدوية، أو إن كان على صعيد مواد غذائية من خلال هالشركات يلي ذكرتها. بذكر إنه اتصالاتكم على 04-444-4444. كمان من بين الاتصالات يلي وردت، مواطن هو مريض بحاجة لأكسجين، وهالأكسجين بحاجة لهالمكنة اللي هي بيباب، وما عنده القدرة أنه يشتريها أو يأمنها. أنا بتمنى إذا في حدا عنده هالبيباب أكسجين ومنه بحاجة لها، إذا بيقدر يقدمها لهالمريض هيدا، لأنه بده إياها على فترة طويلة مش مرحلية، في يتواصل معنا مثل العادة على 04-444-4444 يوميا من الساعة 9 للساعة 12 الظهر على الاكستنشن 727. عم نحط أكيد الرقم والاكستنشن على الشاشة حتى إذا في حدا يقدر يساعد نحن مستعدين أنه نتواصل أكيد مع هالمريض هيدا. اتصال جديد.